تأتي هذه الدورة الثانية عشر ولها خصوصيات أنها تتم بموضوع إنشائك، موضوع بالأهمية ما كان، موضوع الدبلوماسية الروحية والذي نهدف من خلاله إلى وخصوصا يعني هذا السياق الذي يعيشه المسلمين، حتى أصبح الإسلام ينعت بالدم والعنف والتطرف والإرهاب، والإسلام من هذا كله براء، لأن الإسلام هو دين الأخلاق ودين المحبة ودين الرحمة. اختارنا هذا الموضوع لنبين أن خطاب الإسلام هو خطاب الرحمة والمحبة ونشر لهذه القيم الإنسانية ونبدي كل عنف وكل تطرف والاشتغال على المشترك لمد جسور التواصل الحضاري مع الآخر. ويعتبر المغرب يعني نموذجا رائدا يجب يقتدى به في هذا الميدان، لأنه يشتغل على هذا البعد يعني الروحي، إمارات المؤمنين والفقه الأشعري والتصوف، وكل هذه يعني المكونات تجعل من إسلام المغرب إسلاما خاصا، يعني إسلام المحبة والسلم والسلام، ولا تنمية للإنسان كيفما كان بدون هذا البعد الروحي. So I come from London. My name is Asma, and I am part of the Tariqa Qadiriyya Bucci Shia. I often come. I've been in the Tariqa for over 20 years, and they very kindly invite me to talk. And this theme this year is spirituality and diplomacy, which is very important in our days, particularly with the rise of extremism and fundamentalist Islam, which is particularly worrying for our young people. And I'm very happy to see that there are very many experts and professors here today who will be contributing over the next few days to this event. And I'm sure we will learn a lot about different countries and the different challenges that we face for the future. And hopefully we'll develop some really interesting ideas about ways to overcome it and to promote a tolerant view of Islam, of the real Islam, especially expressed through Sufism. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين الذي حملنا إلى هذه البلاد الطاهرة في هذا المؤتمر في البلد الطاهرة، وقد دعانا السيد جمال الدين ومولاي منير شيوخ الطريقة القادرية البوتشيشية بهذه البقعة المباركة مداغ، والحمد لله كانت لنا مشاركة في هذا المؤتمر الصوفي العظيم وفي هذه المناسبة الشريفة وهي ميلاد سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، والتقينا بالسادة الحضور وتعرفنا عليهم وتعرفوا علينا، والحمد لله على ذلك. وأنا الفقير إلى الله الدكتور يسري رشدي السيد جبر الحسني، جئت من مصر وأعمل هناك أستاذ متفرغ جراحة عامة وجراحة أوعية دموية، وبجانب أني حصلت على ليسانس الشريعة من جامعة الأزهر الشريف، ولي دروس تذاع في النت، وكذلك شرحت الكتب الستة بالأسانيد المتصلة والحمد لله في المجالس، وهي مسجلة ومعروضة على كثير من الطلبة. وأيضا شيخ الطريقة اليسرية الصديقية الشاذلية القادرية بمصر، ومقرها مسجد الأشراف بالمقطم. وندعو السادة السامعين أن إذا حضروا إلى مصر أن يشرفونا وأن نلتقي بهم في مكانهم وفي بلدهم الثانية مصر، وأن يزورونا في مسجد الأشراف بالمقطم. وجزاكم الله خير وجمعنا الله على الخير، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يحسن خاتمتنا في الأمور كلها، وجزاكم الله خير. ما أجلها من لحظات طيبة مباركة نعيشها في أجواء روحية، ننهل من معين التصوف عن طريق رجاله وأهله في هذه البلدة مداغ، قبلة الأولياء والعارفين بهذه الدبلوماسية الروحية. فآتي هنا في المؤتمر الثاني عشر للصوفية العالمية، وموضوع هذا المؤتمر الدبلوماسية الروحية، والحمد لله أن أكرمني وشرفني أن أحظى بأغلب وهذه المؤتمرات
التي تقيمها الطريقة القادرية البوتشيشية في زاويتها الكبرى في مداغ، ليكون هذا اللقاء لقاء يجمع جميع أبناء الطرق الصوفية من بلدان شتى ومن طرق متنوعة ومن مشارب متعددة، لنلتقي جميعا على مائدة الحب، على مائدة الإخاء، على مائدة الصفاء، على مائدة الإنسانية. ويأتي هذا المؤتمر في وقت نحن في أمس الحاجة إليه كشعوب عربية وإسلامية، لما يراد لإسلامنا وديننا من تشويه وضياع وفرقة بين أبناء الدين الواحد وبين أبناء الوطن الواحد، جراء ما نجده من إرهاب يلبسونه ثوب الإسلام والإسلام منه براء، ليشوهوا صورة الإسلام ويشوهوا وجه الإسلام. فتأتي الدبلوماسية الروحية بقاسم مشترك بين جميع بني الإنسان، لأخذ بيد الإنسانية إلى ثقافة السلام، إلى ثقافة التراحم، إلى ثقافة التعاون على البر والتقوى لا على الإثم والعدوان. فهذه هي الدبلوماسية الروحية، حيث كان ببركتها وفي معانيها انتشر الإسلام في بلدان شتى بالفكر وبالخلق وبالسلام وبالمحبة وبالدعوة إلى الله بالتي هي أحسن. هذه هي الدبلوماسية الروحية، لنؤكد أننا لون الدبلوماسية الروحية الذي انطلق التصوف من مداغ بهذه المعاني وبهذه الأسس وبهذا السلوك وبهذا المنهج، لكانت مداغ بالنسبة لنا نكرة. اليوم مؤتمر عالمي يأتي إلى مداغ البلد النائية ليخلدها التاريخ وتصبح قبلة للمتصوف من جميع العالم، إنها هي الدبلوماسية الروحية. جزى الله القائمين على هذه الزاوية، جزى الله رجال سلسلة هذه الطريق، وفي مقدمتهم سيدي أبو مدين، سيدي العباس، سيدي حمزة، وسيدي الجمال، حيث نرى كل عام في 12 عام ونحن نأتي، نرى كل عام تقدم في المواضيع، إنجاز، ترقي. وما جئنا إلى مداغ للزاوية القادرية البوتشيشية، جئنا نلتقي لنرتقي بهذه المعاني السامية التي نرقى بها إلى قمم الفضيلة. ها أنا أشارك في هذا الملتقى العالمي 12 للتصوف الذي تنظمه الطريقة القادرية البوتشيشية كل عام بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف. تجتمع هذه الصفوة المباركة من مريدي الطريقة ومن العلماء والباحثين لتدارس موضوع هام، هو موضوع التصوف والدبلوماسية الروحية، الأبعاد الثقافية والتنموية والحضرية، وهو لعمري موضوع الساعة في هذا الزمن الذي تحتاج فيه البشرية جمعاء، ليس المسلمين، إلى التذكير بما أمر الله تبارك وتعالى به عباده من العيش مع بعضهم البعض في كنف الأمن والسلام من أجل تحقيق الخير للجميع. يا أيها الناس، إنا خلقناكم من ذكر وأنثى
وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. في الكلمة الافتتاحية لمولاي منير القادري بين ما تضمنته الورقة التأطيرية من حسن اختيار لهذا الموضوع من طرف الزاوية في المغرب الذي له تاريخ عريق ليس فقط يعني في مختلف المجالات الاجتماعية والثقافية بل وفي الجانب الروحي والديني بالخصوص، فقد انطلقت من المغرب جحافل العلماء والصلحاء والتجار والرحالة ينشرون الخير ويتعارفون على الآخرين ويقدمون عطاء الإسلام الذي هو عطاء الرحمة والحب والخير. وما الزيارات التي يقوم بها أمير المؤمنين جلالة الملك محمد السادس المتوالية للبلدان الإفريقية إلا مواصلة لهذا الدور، ذلك أن هذه البلدان إنما وصلها الإسلام عن طريق المغرب عن طريق علمائه وصلحائه وزواياه ومختلف أفراد شعبه من التجار وغيرهم من الناس الأفاضل الصالحين. نقول مرحبا بمثل هذه الملتقيات ومثل هذه اللقاءات الروحية الربانية في هذه الذكرى المحمدية، ذكرى المولد النبوي في شهر ربيع الأول من كل عام، وكل عام والمسلمون والبوتشيشية والمغاربة وكل البشرية بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. We'll be right back.